أضافت أيضا مغادرة عدد من زملائهم إلى عملات وأعمال أخرى، مع الإشارة إلى التنقيات التي همت بعض رجال السلطة ويتعلق الأمر سيدات والسعر. أولا على مستوى رجال السلطة المغادرين لعملة فاس، وبلغ 16 مغادرا. مستوى العمالة، محمد الحبوب كاتب عام رئيس قسم الشؤون الداخلية لعمالة فاس، تم انتقاله بصفة كاتب عام لعمالة قلعة سراغنة. السيد حميد المرزوقي قائد ملحق بقسم الشؤون الداخلية لعمالة فاس، تم انتقاله بصفة قائد الصفافة إقليم سيدي سليمان. السيد هشام السعيدي قائد ملحق الداخلية لعمالة فاس، تم انتقاله بصفة ملحقة إدارية بعمالة أكادير بوتنا.